اهلا وسهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم تاملات انسانيه. الحلقه اللي فاتت كانت حلقه ممتازه جدا ولقت صدى كويس جدا عند الساده المشاهدين وخلصنا كله زي الفل تمام التمام وخلصنا ورحنا لسياده اللواء احمد ماضي ابو العزايم الاخ العزيز اخونا الكبير عملنا تقرير محترم معاه خلصنا التقرير وصلنا زميلتنا رمسيس عشان تركب عشان كانت رايحه اسكندريه خلصت ده كله وروحت على البيت. روحت على البيت دخلت العماره دست على زرار الاسانسير طلعت في الاسانسير وقفت عند باب الشقه خبطت على باب الشقه لا ده انا حطيت المفتاح كمان في الباب جاي بفتح المفتاح ما بيفتحش اي جاي افتح المفتاح ما بيفتحش افتح باب الشقه المفتاح ما بيفتحش اخبط مفيش ارزع مفيش اهبد على الباب مفيش فين بقى بعد نص ساعه المدام جت بتقولي يا حماده انت واقف على الباب قلت لها ايوه حبيبتي طمنيني عليك انت والاولاد انا اتشغلت عليكم قالت لي اصل انت عملت حركه كده مش جدعه في البرنامج بتاعك قلت لها لا ليه كده طب افتحي بس الاول واتنرفزت راحت فاتحه الباب قلت لها خير طمني عليك الاول قالت احنا بخير الحمد لله قلت لها ايه بقى اللي عملته في البرنامج قالت لي يا راجل يا محترم بقى تشكر جميع افراد الاطقم الطبيه ومراتك اخصائي تحاليل الطبيه وما تشكرش اللي شغالين في مجال التحاليل الطبيه قلت لها بصراحه لا دي في دي عندك حق فمليون سلام وتحيه لزوجتي العزيزه وسر نجاحي الدكتوره حنان حموده ومليون سلام وتحيه لكل العاملين في نشاط التحاليل الطبيه وهم حائط الصد الاول اللي بيبداوا يتلقوا الحاله او المريض في البدايه ومليون سلام وتحيه لجميع العاملين في الاداره المركزيه للمعامل بوزاره الصحه اللي هم بيعملوا التحليل على مستوى الجمهوريه كلها وعلى راسهم نانسي هاني من الدكتوره نانسي طبعا مديره الاداره المركزيه للتحاليل للمعامل في وزاره الصحه وبتمنى الشفاء العاجل للدكتوره سهام فرغلي الأخت العزيزة في الإدارة المركزية للمعامل ومليون سلام وتحية للسيدة وزيرة الصحة ومليون سلام وتحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده دائما عارف أنه ما بينامش عشان يطمن على الشعب المصري اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية مع حلقة مميزة جدا من برنامج تأملات إنسانية الموسم الخامس عمار يا مصر في ناس بتاخد وما تديش، وفي ناس بتدي وما بتاخدش، وفي ناس بتدي وبتاخد، وفي ناس ولا بتاخد ولا بتدي. موضوع حلقتنا هيكون عن العطاء في زمن الكورونا. هنتكلم عن العطاء من كذا وجهه نظر، هنتكلم عن عطاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واطمئنانه على شعبه وشعب مصر العظيم، هنتكلم عن العطاء من جيشنا العظيم الجيش الوطني المحترم اللي كان حائط الصد الاول واول ناس نزلت الشوارع يطهروا الشوارع وكلنا شفنا عربيات الجيش في ميدان التحرير وشفناها ايضا في شارع صلاح سالم بالكامل الف مليون سلام وتحيه للجيش والف مليون سلام وتحيه للجيش الابيض اللي هنتكلم كمان عن عطائه وهو ايضا اللي بيصد عننا الوباء وبيصد عننا المرض الخطير ده اسمحوا لي قبل ما استطرد في موضوع حلقة النهاردة اللي هيكون عن العطاء، أرحب بزميلتي نبدأ من على اليمين كده، نورهان إبراهيم، أهلاً وسهلاً بيك يا نور. أهلا. منورانا، وطبعاً يعني أدي من من قناتنا ومن برنامجنا، من برنامج تأملات إنسانية مليون سلام وتحية للأكاديمية البحرية. بصراحة احنا عم لما عملنا إعلان وجالنا 94 زميلة، يعني أفضل العناصر كانت من كلية اللغات والاعلام بالاكاديميه البحريه فرع اسكندريه ومعانا اثنين زميلات او ثلاثه كمان هيكونوا معانا صراحه كانوا في منتهى المهنيه عملنا تيست كاميرا في منتهى المهنيه في منتهى الاكاديميه فمليون سلام وتحيه للاكاديميه البحريه ومليون سلام وتحيه للدكتوره مروه محمد كمال الزميلة والأخت العزيزة اللي مسؤولة عن إدارة الإعداد مدير الإعداد في برنامج تأملات إنسانية وأنا لو ما استفدتش أي حاجة من في برنامج تأملات إنسانية من بدايته لنهايته غير أن أنا تعرفت على شخصية مثقفة وواسعة الفكر وعندها سعة في الثقافة زي دكتورة مروة فأنا كسبت مكسب عظيم مليون سلام وتحيه لدكتوره مروه وبحيي ايضا رئيس الاكاديميه دكتور اسماعيل عبد الغفار ودكتوره إمام مرسي مساعد رئيس الاكاديميه للتدريب ودكتوره عبير رفقي يعني دكتوره عبير رفقي صراحه يعني يعني عملت معانا اكتر يعني اكتر يعني مجهود في موضوع التسويق يعني هي بدات تنشر وتعلن عن الحلقه وبنعتذر لك يا دكتور على التاخير في الطلوع على الهواء النهارده انما مليون سلام وتحيه لدكتور عبير رفقي عميد كلية الإعلام ودكتورة إمام مرسي اللي كان ليها دور عظيم في الإعلان النهاردة على الحلقة وعشرات الألاف مستنينا النهاردة عشان يشوفوا هنتكلم في إيه في تأملات إنسانية ورحب ترحيب خاص جدا 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 <applause> بالزميلة والأخت العزيزة حنان الشامي <applause> حنان بقى يعني عندها مهارات متعددة حنان ممثله وشاعره ومخرجه ومنتير ومقدم برامج مليون سلام وتحيه ليكي يا حنان وعمار يا مصر وعمار يا مصر <applause> خلينا نبدا كده مع نورهان واتكلمنا بقى عن الازمه ومواجهه الازمه اتفضلي يا نور مبدئيا كده ازيك قد ايه فعلا العطاء صفه عظيمه وجميله ومفيش طبعا احسن واحلى من العطاء وخصوصا لما يكون للوطن وده بالفعل ظهر خلال الازمه اللي احنا بنمر بيها وبتمنى طبعا كلنا ان احنا نتحلى بيها في الحقيقه سنوات الازمه وضحت قد ايه قيمه ان يكون عندنا جيش قوي حامي للوطن ولاراضيه وفي الحقيقه من الاخبار المبهجه لينا كشعب اللي عملت ضجه كبيره على وسائل التواصل الاجتماعي هي ان القوات المسلحه انتهت بالفعل من تنفيذ اكبر مستشفى ميداني للعزل في الشرق الاوسط لاستقبال مرضى كورونا بارض المعارض الجديده في التجمع الخامس في الحقيقه طبعا انا حابه اشكر القوات المسلحه على جهودها المبذوله اتجاه شعبها واتجاه سلامتنا جميعا وما تنسيش كمان يا نورهان إن في دور للأطقم الطبية خلال أزمة كورونا وطبعاً رجع ليهم كل التقدير والاحترام لأنها أزمة عالمية من جانب العالم كله ومن جانب الجميع من خلال تضحياتهم وعطائهم الملموس والواقعي اللي احنا شفناه ولسه ما زلنا شايفينه، يعني مثلاً في نماذج كتير جداً للعطاء زي دكتور محمد أشرف الجمل، محمد رغم إن هو طالب في العام السادس كليه طب لكنه نزل الازمه وشارك في مستشفيات العزل وتوفي اثر فيروس كورونا وكمان مش هننسى دكتور محمد حشاد دكتور محمد كان بيتصف بكم عطاء كبير لدرجه بشهاده كتير من اصدقائه كان داخل المستشفى بيشتغل اي حاجه كان ممكن يشتغل نجار يشتغل كهربائي ما كانش بيوقف الحياة وليه شعار ان المفروض الدنيا ما تقفش عشان نسعف الناس الغلابة وكمان ما ننساش دكتور محمود سامي دكتور محمود سامي بنوجه لك رسالة من خلال برنامج تأملات إنسانية بإذن الله ترجع لمرضاك ويعود إليك نظرك فكان في في قصتك مجموعة عطاءات كبيرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن قبل رئاسة مجلس الوزراء لأن طبعا حولوا حالتك على نفقة الدولة للمركز الطبي العالمي وطبعا من قبل مواطنيك ومرضاك على صفحات السوشيال ميديا من خلال ترويجهم للقصه، الحمد لله قدر صوتك يوصل لرئاسه مجلس الوزراء، وان شاء الله نتمنى يا استاذ محمد ان يبقى لينا معاه لقاء ومكالمه تليفونيه أكيد عشان أكيد طبعا الساده المشاهدين يطمنوا على حالته. وكل التحيه للاطقم الطبيه والجيش الابيض. وطبعا في لفتة طيبه جدا من نقابه الاطباء المصريه لقينا نقابه الاطباء نازله في لفته انسانيه منزله نعي باسماء شهداء الاطباء شهداء الجيش الابيض استاذ سامح زميلنا رئيس التحرير في كنترول لو نستسمحك تنزل لنا الفيديو بتاع نعي الاطباء اللي فيه النعي بتاع نقابه الاطباء المصريه طبعا يعني ان انت ان نقابه الاطباء يعني تنعي شهداء الجيش الابيض ده شيء جميل جدا انما احنا كمان من برنامجنا هنا من برنامج تأملات إنسانية بننعي شهداء الجيش الأبيض الشهداء اللي يعتبروا حائط الصد الأول اللي بيتلقوا الحالات المصابة وبيضربوا أكبر مثال للعطاء والتضحية ولسه يمكن امبارح دكتور رامي كريم الديب آخر الشهداء ودكتور مايكل وجيه الشهيد الدكتور رامي كريم الديب والشهيد الدكتور مايكل وجيه بنتقدم لأسرهم بخالص العزاء وايضا دكتور هشام الساكت يعني كليه طب جامعه القاهره وكيل كليه طب جامعه القاهره وهو خال زميله او صديقه للاسره دكتور هشام الساكت وكيل كليه طب جامعه القاهره البقاء لله لاسرته وخالص التعازي لاسرته وان شاء الله ان شاء الله ازمه وهتعدي ويمكن يا نور كنت عايزه تتكلمي عن مسؤوليه المجتمعيه للمجتمع المدني و وكمان يا حنان ما تنسيش ان مؤسسات المجتمع المدني ليها دور انها بتساعد الدوله والفئات المحتاجه خاصه في الظروف اللي احنا فيها دي لان دي طبعا مسؤوليه وامانه بين ايديها واكيد طبعا دورها ما يقلش عن دور الاطباء اللي ضحوا بحياتهم علشان ناس كتيره واي فرد بيضحي بحياته في الظروف اللي احنا فيها دي في الحقيقه استوقفتني مقوله قريتها على احد المواقع للاستاذ طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الاهليه هي ان كل دوله بتخضع لمثلث الديمقراطيه المكون من القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمؤسسات المجتمع المدني ولا بد للثلاث جهات ان تقوم بدورها المتوازن والمتناغم للوصول الى النجاحات وان الاوطان بتصنع بالايدي المخلصه الجاده وبتكالف عفوا وبتكاتف الجهود الصادقه ولان مصر تستحق منا العطاء فحق علينا ان نبدع في العطاء والعمل جميل جدا حنان انت لي ان في بعض الدراسات اتعملت عن منظمات المجتمع المدني اه بالفعل طبعا في دراسات كتير جدا اتعملت عن مفهوم المجتمع المدني وهل المجتمع المدني بالفعل ليه تاثير في الازمات والظروف اللي بتمر بيها البلاد زي الدراسه اللي اتعملت في بنيه ووظيفه المجتمع المدني في مصر الدراسه كانت بتركز على مدى تاثير الثورات اللي مرت بيها مصر في الفتره الاخيره على منظمات المجتمع المدني وبالفعل لقينا ان في تاثير على منظمات المجتمع المدني الثورات عملت بالطبع تغييرات سياسيه في الحياه اليوميه وغيرت تغييرات تشريعيه على منظمات المجتمع المدني وده بان في بنيه المؤسسات وبان كمان في انشطتها ووظائفها المختلفه طب احنا يعني عشان نبرز ونلقي الضوء على منظمات المجتمع المدني ودايما احنا في برنامج تاملات انسانيه بنحاول ان الحلقه رغم ان وقتها مش طويل قوي بس يكون فيها ثراء الى حد كبير، فاحنا نزلنا للاخ الكبير سياده اللواء احمد ماضي ابو العزايم في المؤسسه وزرناه ومؤسسه اللواء الشريف عصام احمد عصام الدين ماضي ابو العزايم من المؤسسات اللي ليها دور كبير ايضا في مواجهه ازمه كورونا فخلونا نطلع فاصل ونشوف تقرير للزميله مريم فؤاد وزميلها هتكون معانا هنا في تاملات انسانيه في حلقه من الحلقات ان شاء الله هتكون معانا في الحلقه الرابعه فخلونا نطلع نشوف التقرير من مؤسسه اللواء احمد ابو العزايم ونرجع لكم تاني بعد ما نشوف التقرير طبعا بشرفنا وجود فريق عمل برنامج تاملات انسانيه من قناه الصحة والجمال سعداء بوجودنا مع حضرتك يا فندم الصرح العظيم واللقاءات والاجتماعات احنا الصراحه يعني فريق العمل كله مبهور من من كم الابداعات والجوايز اللي موجوده بدوام التوفيق لحضرتك والمؤسسه طبعا المؤسسه بتاعتنا على مستوى مصر والدول العربيه لان عندنا بند الصداقة من الشوف عندنا من السعوديه والامارات واليمن وسوريا وليبيا وكل الدول العربيه فطبعا بيبقى عندنا لقاءات مميزه اللقاء بتاعنا الأسبوع بيبقى كل يوم احد من الساعه 6 لساعة 10 بس طبعا نظير الحاله الصحيه او الوباء العالمي كورونا فطبعا احنا ماجلين كل الحاجات دي لغايه لما يخلص الحظر الطبي ولكن احنا اللقاءات بتاعتنا مع شباب فرادي مش جماعات. وتقع في الفتره اللي هي بتاعت ما فيهاش حظر اللي هي الفتره النهاريه يبقى فيها توعيه للشباب وعاملين 40 صفحه للتواصل بيننا وبين كل المصريين عاملين في الخارج والمصريين اللي موجودين في كل محافظات الجمهوريه في مصر اسكندريه الاسوان عشان بيبقى فيه توعية مستمرة بيبقى في تبادل خبرات بيبقى في تبادل منفعة بين كل الناس لو في وظائف جديدة بنقدمها طبعا الشباب دول بيبقى عاوز تلات حاجات اللي هي التوعية والتثقيف المباشر على طول عشان ما ينقضش وراء الأفكار الهدامة تاني حاجة عاوز فرصة عمل أو إثبات وجود في المجال المحلي أو في المجال العربي إنه يخرج ويدور على وظيفة إحنا يعني كل الحاجات دي كلها بنوفرها إن شاء الله من أول التثقيف والتأهيل سوق العمل السوق المحلي او الخارجي عاملين بروتوكولات مع كذا شركه في تشغيل الشباب و... رمضان 2020 تم طرح مسلسل الاختيار حضرتك شايف ان المسلسل من قوه وضخامه ومجهود خرافي قدر يطرح او يبرز الدور الحقيقي للبطل الشهيد احمد المنسي في مواجهه الارهابيين في مناطق مختلفه في سيناء هو اخترنا يمكن المؤسسه من ضمن الحاجات اللي, رشحناها في انها تاخد درجه اوسكار جمهور اوسكار جمهور ده خدها الاختيار دي كانت مؤسسه شريف الوعي عصام الدين مضرب العزام للتنميه حول الانسان والصداقه بين الشعوب احنا صوتنا ليها انها تاخد اعلى مشاهده واعلى تصويت اولا القصه عشان قصه حقيقيه واقعيه فطبعا دي بتجهز بطوله مصريه احمد منسي 120 مليون احمد منسي احنا عندنا كل شهداء اللي حصل سواء في الكمين بتاع البارسا او كل كمان او اللي احنا بنقدمهم او لسه مصر هتقدمهم تاني او سابقا او لاحقا احنا كلنا يسموها شهداء تحت الطلب كلنا في ظل مواجهه الازمه الحاليه فيروس كورونا المستجد هل تري اي تغير نووي علي المؤسسه هنا من تغير في انشطتها في ديكوراتها وفي عملها؟ والله احنا استفدنا برضو انا بقول لي الناس كلها استفادت قعدتك في البيت بتعمل تنمية بشرية بتعمل شغل كبير قوي بتنظم بيتك بتنظم احنا ابتدينا ننظم بتاعنا فعلا المؤسسة عملنا ديكورات غير عادية ليه بقى احنا مش شجع العمالة المؤقتة لما جيت العماله يقول لك العماله وقاعدين في البيوت لا لا تعالى بتاع الديكور وتعالى بتاع البياض وتعالى بتاع السيراميك فورنا الحمامات وفورنا الدنيا كلها يمكن الكاميرا انجز وما تقعدش وتولول وتقول انا قاعد ماليش لازمه وانا قاعد زهقت من البيت لا لا انجز واعمل لنفسك قطة عمل احنا طورنا المؤسسه هنا تطوير كامل من اول انشاءات لغايه التطوير. كل حاجه يعني عملنا حاجات كثيره جدا 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 من اول الاضاءات والكهرباء والسيراميك وكل الدنيا دي كلها شغلنا العماله المؤقته وفي نفس الوقت طورنا على اساس لما نيجي نرجع تبقى نرجع بقوه. كلمه ون... اخيره بيواجهها السيد اللواء الشريف احمد مودي ابو العزايم لكل مصري وكل مصريه وللجيش الابيض تحديدا للعبور من الازمه الحاليه اللي احنا فيها. والله انا اقول حاجه يعني الجيش الابيض ده يعني مصر اثبتت وجودها بطريقه فظيعه من اول الممرض اللي بيستقبلك من على باب المستشفى لغايه الدكتور اللي بيفحصك لغايه اللي بيعمل مثلا لغايه اللي بيعمل وظائف دم كله 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 يعني مصر ولادة ومصر جميلة ومصر كلنا بنضحي عشان خاطر الوطن في يوم من الأيام قلنا الشرطة المصرية بتكافح الإرهاب والجيش المصري بيكافح الإرهاب النهاردة الجيش الأبيض ظهر تاني وظهر بقوة جامدة جدا ما شفناش دكتور تمارض ولا ممرض ما راحش الشغل ولا كلهم 24 ساعة شغالين معانا الخط الساخن شغالين أنا المؤسسة هنا شغالة مع كذا مستشفى هنا منهم مستشفى المديره جنبنا وبنحول حالات وبنتكلم معاهم والناس على قدم وصاق مع كورونا دي ما هي الا ضعف مناعه في الجسم فبتتمكن من بني ادم فلما قضينا على فيروس سي ولما قضينا قبل كده على عملنا 100 مليون صحه وعملنا المراه الحامل وعملنا كده الرئيس كان ماشي بخطوات رائعه ومصر كانت ماشيه بخطوات رائعه وان شاء الله مصر على الخريطه قادمه هتبقى يعني من من دول العالم الاول يعني مش عايزين نفضل عمرنا في العالم الثالث يعني هو العالم اما اول لا اما ثالث فما فيش تاني فاحنا عاوزين نطلع اول بقى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا فندم ربنا يحفظ مصر وشعبها بنشكرك على لقاء حضرتك النهارده ومزيد من الانجازات شكرا لحضرتك مؤسسات شريف اللواء عصام الدين مقر العظيم للتنميه وحقوق الانسان والصداقه من الشعوب ترحب بكم جميعا في كل يوم ومفتوحه امام كل شباب مصر ان شاء الله بنشكرك يا فندم ومزيد من الانجازات شكرا لحضرتك كنا سعداء بوجودنا اليوم فريق عمل برنامج تأملات انسانيه كنت معكم مريم فؤاد من داخل مؤسسه السيد اللواء احمد عصام ماضي ابو العزايم ورجعنا لكم بعد ما اتفرجنا على التقرير ده ويعني نتمنى ان شاء الله الحلقه بثرائها الدائم وتنوعها ده ينال رضاكم ونادي موسم كما ينبغي تحت عنوان عمار يا مصر وانا شايف النهارده حنان لابسه احمر بقى وعمار يا مصر احمر وسط <applause> مصر <applause> اه على مصر اه يعني ت... انت شعيرة بقى يا حنان مفيش حاجه كده حته طقطوق عمار يا مصر هقول لك عمار يا مصر في كل حته في ارضها جيشها وشرطه ويا ويا شعبها وال <applause> عمار يا مصر تاني <applause> تاني بص يا مصر مصر في كل حته في ارضها جيشها وشرطه ويا طيبه شعبها والاهرامات والنيل يغنوا بسحرها والكل يشهد ان مصر بحبها عشان كده انا جايه لابسه زيها عشان كده انا جايه لابسه زيها <applause> الله عليك الله عليك الله عليك يا حنان المقاطعه بس اه طيب احنا برضو في اطار تواصلنا مع منظمات المجتمع المدني واحنا كنا ضاغطين عليهم شويه وزي ما بيقولوا شادين السلخ عليهم لا احنا برضو لما بنلاقي حاجه ايجابيه او بنلاقي حاجه تجربه ايجابيه ملهمه لا احنا بنحاول نعرضها ونسلط عليها الضوء ومعانا مداخله تليفونيه الان مع الدكتوره مشيره الصايغ ودكتوره مشيره هي شخصيه قيمه جدا وعامله مؤسسه هنا في 6 اكتوبر اسمها مؤسسه ماسه اكتوبر اعتقد دكتوره مشيره اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي لكل المذيعات الجميلات وكل المشاهدين لبرنامج تاملات انسانيه اهلا وسهلا بحضرتك طبعا يعني انا سعيد جدا ان حضرتك موجوده معانا في مداخله وانا عارف ان حضرتك ليكي تجارب وليكي باع رغم حداثه سن يعني مؤسسه الماسه الا انها كان ليها تجارب كثيره في مجال مواجهه ازمه كورونا فحابين كده حضرتك تسلطي لنا الضوء عن على بعض الحاجات اللي عملتوها في مواجهه ازمه كورونا. تمام هو طبعا احنا بنوجه تحياتنا لكل المؤسسات المجتمع المدني والمجتمع ككل وافراد الشعب والشرطه والجيش الابيض والجيش بصراحه في تكاتف جميل. هو طبعا المجتمع المدني جزء من المجتمع ففي ناس بتحب البلد بجد وعايزه تخدم بجد موجوده في كل الاوقات احنا من قبل ما نعمل المؤسسه متواجدين وبعد المؤسسه متواجدين فاي موقف لازم نبقى موجودين في قلب الحدث احنا بنشوف الناس محتاجه ايه بنوفرها اه مثلا قبل اه اه قبل صرف المعاشات نزلنا عقمنا مكانات الاي تي ام لما لقينا في مشكله في العماله الغير منتظمه حاولنا نساعد قدر الامكان بعض الناس آه برضو في رمضان كنا متواجدين بفضل الله قدرنا ان احنا نعمل آه حملات توعيه يعني برضو من فكره ان انا صيدلانيه فبقدر ان انا اعمل حملات توعيه عشان نرفع وعي الناس للتعامل مع الكورونا ووزعنا آه ادوات كانت زميلتي نورهان مستغربه ان رغم بدايه الجمعيه يمكن في اواخر 2019 صح يا نور؟ كنت علقتي آه. على الموضوع ده اي 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 انا بس حابه الاول ارحب بحضرتك حبيبتي ازيك؟ الحمد لله حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام ممكن حضرتك طبعا كاحد النماذج الملهمه للشباب تقول لنا ازاي مؤسسه ماسه اكتوبر رغم افتتاحها في اواخر 2019 الا كان ليها دور فعال على ارض الواقع في وقت قصير وكمان خلال ازمه كورونا في عجاله يا دكتور عشان عمالين يكملوني في الكنترول بيقول لي باقي دي او ايوه <applause> هو الفكره كلها زي ما انا بقول الاعتماد على الشخص احنا كنا متواجدين من قبل ما المؤسسه تتعمل وكنا بنساعد مؤسسات تانية كتير واماكن تانية كتير فاحنا اصلا من زمان يعني ايدينا في الموضوع فبنشوف زي ما انا قلت برضو احنا معانا ناس زينا جدعان بيحبوا البلد بجد حابين يخدموا بقلب فانتي بتشوفي ايه اللي طب. المجتمع محتاجه وبسرعه بنتحرك يعني احنا في ثانيه بكلمهم يا جماعه في حاله تعبانه يلا بينا ننزل شوفوا تعالوا نشوف مكان في مستشفى لفلان دكتور بشيرة طب أي حاجة؟ معلش احنا عايزين نستفيد بمعلومات كتير منك ولازم باذن الله يبقى هتجينا هنا في برنامج تاملات انسانيه عشان نسمع نشاطك الجميل ده ازاي حضرتك <تصفيق> الاول <applause> ازيك يا حبيبتي عامله ايه حضرتك من المؤسسات فعلا مؤسسه ماسه سمعنا نشاطها كتير وانجازاتها ويمكن ورغم كده الاسطوانات الاكسجين انت ايوه ما انا كنت عايزه اسال السؤال ده حضرتك عرفتينا وأثبتت فعلي في المجتمع ان المؤسسه مش بالكم لا بالكيف فحضرتك عملتي مبادره انابيب الاكسجين ممكن باختصار تقولي لنا ايه حكايه مبادره انابيب الاكسجين مبادره احنا مع بعض لانقاذ جارنا المريض جت ان احنا كانت جارتنا تعبانه وكانت محتاجه اكسجين ففكرنا ان احنا نوفر انابيب اكسجين وحاولنا نوفر الادويه اللي هي كانت محتاجاها دي دي كانت الشراره لما لقيت حد كان محتاج فعلا ده قلنا طب احنا ليه ما نوفروش عندنا ونزلنا الحمد لله بفضل الله جبنا الانابيب والمنظمات والمصاط ووفرناها عندنا مجانا لوجه الله لو حد فعلا تعبان بالروشته صورة البطاقه بيجي ياخد الانبوبه ما فيهاش مشكله خالص قدوه جميله من الحاجة. يعني هي نبعت من الحاجه ان انا لما في الحقيقه يا دكتور في الحقيقه يا دكتور دي فعلا دي فعلا تجربه ملهمه فاحنا يعني الكلام مع حضرتك يطول وانا مستمتع بالمداخله بتاعت حضرتك بس احنا بنستاذنك وبنستسمحك تنورينا وتشرفينا هنا الحلقه القادمه لو الظروف ما عليكي تسمح وتنورينا في شرف. استوديو تاملات انسانيه وتكوني معانا على الهوا ونسلط الضوء على تجربه ملهمه عظيمه زي تجربه مؤسسه ماسا الشرف ليا يا, توعدين. توعدين يا على الهوا <applause> ده شرف لينا <applause> ده, ده شرف لينا شرف لينا وكنت اتمنى المداخلة تطول عن كده بس احنا بنعتذر لك لان وقت الحلقه محدود شكرا لحضرتك جدا يا فندم وان شاء الله نتخطى كلنا الازمه دي بالتكاتف مع بعض تسلم يا دكتور تسلم يا دكتور في رعايه الله مع السلامه طبعا واحنا من برنامجنا هنا من برنامج تأملات انسانيه نتمنى ان يكون كل حي وكل منطقه وكل مدرسه يكون فيها جمعيه ويكون فيها مؤسسه خدميه عايزين دعوه عشان نشجع ابنائنا على التطوع والانخراط في العمل في العمل المدني، عشان ده هيعلمهم العطاء والإنسانية، وهيخلي عندهم مخزون إنساني كبير وزي ما برنامجنا اسمه تأملات إنسانية فإحنا بنعظم القيمة الإنسانية وزي ما برنامجنا اسمه عمار يا مصر فاحنا بنسلط الضوء على النماذج الإيجابية الملهمة أعزائي المشاهدين كنت سعيد جدا بوجودي معاكم في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات إنسانية وبشكر الزميلات الرائعات اللي يا محمد كانوا معايا النهاردة <applause> بشكرك يا نور بشكرك يا حنان انتظرونا في حلقة مشاهدين. قادمة من برنامج تأملات إنسانية الموسم الخامس عمار يا مصر عمار يا مصر, عماريا مصر. Thank you.